ساكت ليه؟ كلمتني وقلت لازم اجي لك واديني جيت. خير؟ والله ما اعرف اقول لك ايه. قول. محتاج فلوس. بس كده من عندي قبل العندي. جد؟ تتكلم بجد يا عم حكي؟ جرأي يا عبد الله جرأي. بقى يبقى معاي وانت محتاج وانا اقول لا؟ تجننت يا عبد الله ولا ايه؟ والله ريحت قلبي. تعرف تبان عليك ابيض. يعني معقول علشان الخلافات اللي بيننا اديك ظهري؟ لا انت ايه ما عدتش مننا ولا ايه؟ عايز كام؟ يعني الحكايه كبيره شويه. يا سيدي قول عايز كام؟ 10 مليون جنيه. بسيطة بس يعني ما تأخذنيش. يعني انت عايز المبلغ الكبير ده ليه؟ انا بس عايز اطمن عليك. يعني ازمة وهتعدي ان شاء الله. ازمة كيف يعني؟ يعني جات وقعة كبيرة شوية على شيكات وقروض للبنوك ومبالغ كبيرة. جواب حكيم. كيف تعمل في نفسك كده؟ كنت داخل شغلانه افتكرت انها تعديني البر تاني خالص. بس تقول ايه؟ الطمع. هو الطمع. طمعت فخسرت. اكذب عليك واقول لك لا؟ خلاص ولا يهمك. انا حبعت المحاسب اللي عندي عشان يشوف طلباتك ويخلص الموضوع. ولزوم وين المحاسب؟ الحكايه نخلص انا وانت؟ خلص ايه؟ مش فيها حاجات داخله وطالعه ولازم يبقى في ورق؟ ورق؟ ورق ايه؟ شو يا عبد الله؟ انت هتستلف مني فلوس من غير ورق؟ استلف؟ اظن اني مش غلطان. انا بقول لك اهو خد الفلوس اللي انت عايزها بس تبقى دين عليك. يعني كده انا مش غلطان؟ يا سلام. ده انت مش غلطان؟ والله انا قلت اللي عندي. اذا كنت انت شايف اني غلطان قول. ماما ليه تعمل ايه؟ بصنط. عجبك الكلام اللي جوه ده؟ عمال يدي لابوك في المنقه يا خيار. انا داخله اديله في جنابه. استني بس ايدينا. ايه اللي حصل؟ الواطي عمك بيقول لابوك لو انت عايز فلوس قال ايه يروح يستلفها منه. يا ستي مالناش دعوه. سيبيهم هم يصفوا مالناش دخل. انت هبله يا بت ولا عبيطه؟ يعني ايه مالناش دعوه ومالناش دخل؟ مش ورث ابوكي ومش فلوسكم. يا ماما ارجوكي ما تحرجيش بابا قدامه. انا واثقه ان هو يتصرف. اهدي بس شويه. مين ده اللي يتصرف؟ ابوكي؟ ابوكي ده لا بيحل ولا بيربط. لا بيحل ولا بيربط. يا ماما بقى الحكيم انا عايز ورث ابوي. ورث مين؟ ابوي. لا انا مش هرد عليك عشان ما تحصلش بينا مشكله. وزي ما قلت لك المحاسب موجود هبعته لك. انا عايز المحاسب بس عايزك انت كمان وياه عشان نتحاسب. تحاسب على ايه؟ على كل حاجه. كل حاجة ليه؟ عشان مش فاهم. شوف يا حكيم اخوي، الحاج عبد الجواد اللي هو ابويا وابوك الله يرحمه لما مات ساب حاجات كتير. ساب ارض وبيت وتجارة وعربيات وفلوس كتير تسد عين الشمس. صحيح انا اتغضب عليا وسبت البيت ومشيت بس ده مش معناه اني ماليش حاجة. شوف والله دي مسألة بينك وبين أبوك مش بينك وبيني. وأنا مرضتش أقول لك عشان خاطر ما خلكش تحس إن أبوك مات وهو غضبان عليك. مش فاهمك. أبوك باع لي كل حاجة. إيه؟ باع لك كل حاجة؟ وأنت بقى إن شاء الله يا حكيم.
جبت منين الفلوس اللي اشتريت بها كل حاجه دي؟ مش مهم جبتها منين، المهم انه حصل. سيبك من الكلام ده، انت مش جاي تسالني دلوقتي. معنى كده انك بتخونني يا عبد الله، وانا مش معقول اقف جنبك وانت بتخونني. شوف يا عبد الله، اذا كنت عايز الفلوس انا ما قدرتش اقول لك لا، بس الاول لازم اضمن الفلوس دي هترجع متى وكيف. ايوه لازم اضمن حقي. اللي انت طالبه ده مش مبلغ صغير، مش الف ولا الفين، دول 10 مليون جنيه. بقي الحكايه كده يا حكيم، ما تجيش الا كده. سبحانك يا رب. تيجي لك عبد الله تحاسبني كنت فين؟ ها وانا عمال اشتغل واشيل واحط واكبر واعلي. جاي دلوقتي ليه؟ عشان تاخد كل حاجه جاهز. هل فين قام حكيم؟ وانا قلت لك مش عايز جنبك، انا بجنبك، بس انت اللي مش عايز من كلامي. كلامك مش عاجبه يا عبد الحكيم ولا عاجبني انا كمان.